حذرت وزارة الداخلية المغربية قبل أيام من عدم الإبلاغ بهوية المكترين للشقق المفروشة لكون هذا التصرف يسهل تواري الأشخاص المشتبه بهم ويساعدهم على التحضير لأعمالهم التخريبية. بمدينة مارتيل التقت كاميرا ميدي أن تي في بعدد من الوسطاء الذين لا يشترطون لكراء شقة مفروشة إلا أداء مبلغ مالي فقط، والتفاصيل في ريبورتاج محمد أمين بومزبرة. المتجول بمدينة مارتيل يلاحظ انتشار أشخاص يحملون مفاتيح كإشارة إلى عرض شقق مفروشة للإيجار، فرغم تحذير وزارة الداخلية للمواطنين أصحاب الشقق المفروشة التي يتم وضعها تحت تصرف الغير من المساءلة في حالة لم يتم إبلاغ السلطات الأمنية بهوية المكتري، فإننا استطعنا إيجاد شقة مفروشة في أقل من 5 دقائق على يد وسيط لا يشترط إلا أداء مبلغ مالي محدد. خلصوا السعر السيول داك الشيء. لا يسأل الشيء واضح ماشي شي حاجة. والكونترا ما كاينش، زعما ما كاينش شي حاجة. في عندك غالي لا الليلة. الليلة في الصباح نمشي. الساعة اللي بغيتي 9 و8 كدوش كنقول لها كسرت ديالك. في المقابل ينتشر أيضا بالمدينة عدد من الوكالات العقارية التي تختلف في تعاملها مع الأشخاص الراغبين في شقة مفروشة للكراء عن باقي الوسطاء المنتشرين بشوارع المدينة، حيث تشترط على المكتري الإدلاء بنسخة للبطاقة الوطنية أو إبرام عقد في حال تجاوز مدة الكراء 30 يوما. قبل ما يكري ضروري كنعملوا واحد العقد بيناتنا، يعني كنعملوا واحد العقد كيراء ان السيد خصو يكري الدار فلان كذا كذا كذا، كيعطينا بطاقه التعريف الوطنيه ديالو، كنعملوا منها 2 نسخ، كنعطيو واحد نسخه كتبقى في الوكاله عندنا ونسخه اخرى كنعطيوها للكوميساريه، يعني باش كنبقاو يعني في الامل. هذا هو القانون اللي كيتطبق في وكالة عقارية. إغفال البعض للنصوص القانونية المنظمة للكراء قد يعرضهم للمساءلة القانونية في حال استغلال المنزل كمأوى للقيام بأعمال إجرامية أو إرهابية، حيث يتوجب على المكري إبلاغ السلطات الأمنية بهوية المكتري أو إبرام عقد، وذلك حماية للطرفين وللأمن العام. قانون الجنائي في المادة 218 الفقرة السادسة نص على أنه يعني بالإضافة لحالات المشاركة المنصوص عليها في المادة 129 من القانون الجنائي، فإنه يعاقب من السجن من 10 إلى 20 سنة، وهذه تعتبر جناية، كل شخص يقدم عمدا لمن يرتكب فعلا إرهابيا أو يساهم أو يشارك فيه مكانا للاجتماعي أو السكني أو الاختباء. تهاون البعض في الإبلاغ بهوية المكترين للشقق المفروشة قد يجعل منهم حسب بلاغ لوزارة الداخلية شركاء محتملين لمنفذي الجرائم بالنظر لما يشكله هذا التصرف من تهديد مباشر لأمن المغرب.